عم احنا ما بنتريقش يا عم، احنا مش عارف هو فين مكان، بس هما في الاول كانوا بيقولوا قنبله ثانيه تقريبا مشطوا المكان ده. والله انا كنت واقف هنا من اكثر من ساعه ونص لما حصل فجاه سمعت صوت الانفجار هنا مكان الضباط ما بتقعد. جريت انا وكان مع واحد مباحث واقف هنا اللي هو بيأمن الشارع، جرينا لقينا اربعه ثلاثه ورا العربيات المكسره دي اللي ما زالت موجوده، اللي فيهم عربيه 128 وعربيه تويوتا سوداء وواحد هو بره السور. دول ميتين، اللي بيقولوا اللي بيقول اللي هيقول لك ان واحد لا كذاب، دول ميتين ميتين حرام، لان انا شايفهم. حتى واحد منهم كان في ايده 5 جنيه راح يجيب بيها حاجه حطها له في جيبه، قلت له الله يرحمك بقى. وبعد كده بقى الناس اتصابت بقى، الناس جريت جوه المحكمه وناس جريت بره وسحب سحب شالت الناس كده. لو في تكسير محلات في محلات؟ لا لا لا، ما فيش حاجه مع الجنب ده، ما اعرفش هنا ما فيش حاجه، لكن كده ما افتكرش حد محلات اتصابت. طب العربيه هو لان هي كانت اتجاهها لدار القضاء، مكان الضباط ما بتقعد، لان هو هم مستهدفين المكان ده مستهدف. في 100 عربيه 128 هي دي فيها قنبله ولا ما اعرفش؟ انا ما اعرفش، انا بقول لك ورا العربيه، ورا العربيات المكسره منهم عربيه 128 بس دي يا مان. بس يعني كان في اطفال في ناس؟ لا لا، هم شباب، اربع شباب. وبعد كده بقى الله اعلم بقى بالاصاب والاسهام. الاسهام شالت ناس كتير، ثمان عربيات الاسهام بتشيل في ناس، وربنا يستر. انا هنقضي على الارهاب، واحنا هنقضي على الارهاب، واحنا